هذه الحرف العتيدة، تاريخ ومصر من النضال التربوي، الهادف، جيل يسلم مشعل الرسالة التربوية لجيل آخر. هذا النشاط التربوي الثقافي جاء في السياق ديال الاحتفال ديال حركة الطفولة الشعبية بمناسبة الذكرى 61 على تأسيسها. كيف كتعرفوا أن حركة الطفولة الشعبية تأسست سنة 1956 وبالضبط في 5 يناير. هذا الاحتفال هذا دخل في واحد الدينامية اللي كتعرف الطفولة الشعبية على الصعيد الوطني، كذلك كيدخل في إطار التنفيذ ديال البرامج التربوية والثقافية اللي سنتها الطفولة الشعبية في المؤتمرات الوطنية ديالها. لأنكم أبناء تيار تربوي عريق أكد مكانته ونجاعته، لأنكم تعملون على ربط مستمر لأواصر المحبة والتضحية. إذن هذه الذكرى هي التاسعة تحت شعار حماية بيئتنا حماية الكوكبنا، يعني أطفالنا خصهم واحد الكوكب اللي هو نظيف باش نضمنوا استمرارية ديال الأطفال ديالنا يكونوا هما مستقبل هذه البلاد الجميلة والحرة. إذن هذا اليوم هو غادي نكون فيه مجموعة ديال المناسبات، يعني غادي تكون يعني الاحتفال بالقدماء ديال الفرع الطفولة الشعبية اللي هما الاستمرارية ديالهم حنايا. هذا الحفل يدخل في إطار تخليد الذكرى 61 لتأسيس حركة الطفولة الشعبية، وهذه المناسبة سيعمل الفرع على توزيع الجوائز على مختلف الأنشطة المنظمة في إطار الدورة التاسعة للأيام التربوية والثقافية المنظمة سنة 2016. هذه الدورة التي تخللتها المسابقة الثقافية بين المؤسسات التعليمية والجائزة الكبرى لرسومات الأطفال التي هذه السنة شاركت حوالي 865 طفل.